صد ربنا فوق من اعلى صفقات البيور للثراب الدم الحر السلالات النادره. انا مش جايب لك اي صفقه، انا جايب لك منهم الذكر والنتاية وراجع لك منهم كمان باعمار صغيره، يعني جايب لك شو كامل متكامل يا صبا عمر. الحمد لله على السلامه يا معلم حماده، كده نورت المزرعه كلها حبيب قلبي يا صبا عمر. وبجد طبعا احنا من غيرك ربنا طبعا يخليك لينا ويديك طول العمر يا حاج حماده، والحمد لله على سلامتك حبيبي حبيبي يا عم ابو عمر، وعمره ان شاء الله مقبوله. الله يبارك لك. وتحياتي لك يا معلم حماده طبعا، وتحياتنا لكل المتابعين حبيب قلب. الله يبارك حبيبي يا معلم حماده. عندك صفقه عجلات بفضل الله، اللي نفسه يربط بقره، اللي نفسه يربط بقره نظيفه فلسطين بيور دم حر يجي عندنا بفضل الله. وسعر النهارده يا ده عامل ايه؟ اقدم لك سعر جايبه لك من تحت الارض. اللهم صل على سيدنا النبي. زي ما واحد من احدى متابعيني مهديني بالسلالات دي، انا بهديهم لكل المتابعين عندي. اللهم صل على سيدنا النبي. جايب لك دكر وانتايه ما شاء الله تبارك الله واعمار كبيره ومش حرمك انت ولا سلم. معانا طبعا معانا طبعا اعمار صغيره سمنتال بيور نوتي يا جماعه، زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. معانا البراون السويسري البيور، معانا براون، معانا طبعا معانا النهارده ايه؟ معانا النهارده طبعا العمده النار المزرعه كلها، وراجع لنا طبعا مش باي عرض. تحياتي يا معلم حماده، انا بحييك من كل قلبي. عجلات طبعا هولشتاين امريكي، عجلات طبعا سلمتال في مونبليار، البيور الاصلي الالماني يا رجاله، ركزوا معانا. سمعونا الصلاه على سيدنا النبي. ولسه طبعا معانا الدكوره منهم، اللي عايز طبعا دكوره طلايق، كل اللي نفسك فيه ان شاء الله موجود النهارده باسعاره. تعالوا بقى نشوف العمدة. أنا جايب لك قنبلة العالم، قنبلة الموسم، اللي نفسه يحسن مزرعة كاملة في سلالة زي دي، يعني ده ذكر يحسن مزرعة كاملة متكاملة. اللهم صل على سيدنا. يعني ده للتفيح حرام وخسارة فيه، لأن اللي زي ده اللي زي ده صاب عمر بيجوا من بره مكويين، لا دولت يا باشا أولاد استراب، عجول جايه ببطن امها استراد من بره مولوده هنا في جونا احنا. تمام. يعني اللي نفسه يحسن نطفه يحسن مزرعه بفضل الله ابيع له طلوعه واحد من دولت يحسن بيهم مزرعه. موازينها معانا قد ايه يا معلم حماده؟ موازينهم بفضل الله في 250. في 250 ما شاء الله. اعلى نسبه تحويلات بفضل الله يا صبا. تحويلات يا معلم عامله ايه؟ اعلى نسبه تحويلات يا باشا، البيوت طبعا معروف يوميا بحول من 2 ل 2.5، دي معروفه. تمام. ماشي. ولسه هقدم لك النتايه، ولسه معايا قنبله العرض كله، معايا مشروع باقل وارخص التراب. طب نخش لنا في عرض عشان نخش على المتابعين. صل على سيدنا رسول الله. المتابعين كلها طبعا بتقول لك الحمد لله على السلامه يا حاج حماده. اول هم انا ببث على كل المتابعين داخل مصر وخارج مصر واخواتي المقتربين، الرجاله التمام في كل مكان، بالاخص اخواتي المقتربين، الناس اللي رنت عليا كلها بره وانا بره، وحاولوا يقوموا معايا بكل ما هو يعني بالواجب كله. وابو احمد اخويا وحبيبي من الشرقيه، الراجل الجدع الراجل التمام، يعني اللي عامل معايا فوق الصح بصح وانا بره في السفر، الناس دي كلها لهم مني كامل الاحترام والتقدير. تحياتي ليك يا معلم. والناس اللي رنت عليا كلها واطمنت عليا، الناس دي الناس المحترمه دي كلها على دماغنا من فوق. تحياتنا للعمده طبعا. توقع الله خش لنا فوق العرض عشان ما نضلش على المتابعين. صلى الله عليه وسلم. اول العرض بتاعي ماشي، انا ببث على كل المتابعين واقول للعالم بحاله كل مليون سنه وانتم طيبين. وانت بصحه وسلامه يا عم حماده. هقدم لك عرض يهز الارض. ما شاء الله. معانا طبعا الخليط العالي ومعانا البيور. دولت ست كرة. تمام. ابطال. خليط من العالي قوي. الدكورة النهارده بتبتدي اسعارها من اول كام عندنا ان شاء الله في المزرعة؟ هقدم لك سعر من 20,000 وفك يا وزير. الدكورة النهارده بتبتدي من اول 20,000؟ في البقر. في البقر. 20,000 وفك. وفي الدكورة الجاموس؟ في الجاموس عندي من 15,000 وفك. طب خشينا فوق العرض توكل على الله. صلى على سيدنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. عروضي ست كرة عمر. تمام. ست كرة بسم الله الله اكبر عليهم. اعمار؟ العمر بتاعتهم كبيره يا صبا عمر، يعني العمر هنا شغال معايا من 7 شهور ل 10 شهور. شايفين يا جماعه، شايفين يا جماعه نقاوة العجل؟ يعني شايفين نقاوة العمده؟ العمده طبعا ما بيرجعش طبعا باي نقاوه، ولا بيرجع باي باي باب. طب حاجه لمتابعينه. بص صلى على سيدنا بطل العجل هنا عامل ازاي؟ يعني المعذور المعذور يدح من النار. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. العجل هنا عامل ايه؟ عامل زي العسكري اللي في الجيش، عامل زي الكابتن، عجل ملفوف كواكيع وعظم وكتلة العجل والحنان بتاع العجل عجل. يعني شويه الاكل اللي بياكلهم حلال فيه. دول كام ذكر يا معلم حماده؟ ست كور كلهم باين ملفوفه باين مظبوط. معلم طبعا حسن مش بيمشي بيمسي عليك اخويا وحبيبي.
ربنا يجيبه يا رب سالم غانم وربنا يصلح حاله يا رب. اللهم امين. طيب الست دي تعبر قدام على محمده دولت يا وزير اعماره قلت لك من 7 شهور ل 10 شهور. شوف اول عجل معانا ما شاء الله، اللي عايز يذبح من النهارده يذبح، مفيش اي مشكله طبعا. وعمار لسه 7 شهور وطبعا شهور معانا، بس فتحات وشسهات واعمار حاجه محترمه. عجول كلها طبعا راح نخليها. اللهم صل على فيهم طبعا البراون. اصغر عجلين فيهم براون سويسرا زعب عمر، اعلى نسبه تحويلات العجل فتحته من ورا كده وهو صغير متر. طب بكام الست دول يا معلم حماده؟ الست دولت يا وزير عامل لك عليهم عرض خاص نص لعيون المتابعين، والعرض ده هديه مني للمتابعين فقط، وهقدم لك متوسط سعر البطل بتاعهم، مش هنقول لك ب 45,000 النهارده على الشاسات والاحجام دي. تمام. دولت هديه مني للمتابعين، وهقدم لك متوسط سعر البطل بتاعهم 38,500. بكام؟ 38,500. 38,500. و500. وعشان خاطر الناس اللي بتدعمنا بلايك وبشير، هقدم لك العرض ده سعره 198,000. يعني ستة عجلهم بكام؟ ب 198، يعني على 33,000. انت بتقول ايه؟ 33,000 سعر البطل من دول. سعر العجل من دول كام؟ 33,000. دولت هديه النهارده مني للمتابعين بس مش اكتر، والسعر ده ما تحلمش ان هو يتكرر تاني. انت جايب السعر ده منين؟ السعر ده بقول لك هديه مني للمتابعين النهارده بس مش اكتر. الدكتور الدبابات دولت؟ النهارده معايا عرض. ثواني. رزق اللي بياخد منهم عجل واحد. البيام الكبيره ديت؟ الاعمار الطيبه ديت على كام؟ 33,000 في قلب بعضهم، اللي جاي ينقي الكبير بيزيد الصغار بيقل. ما شاء الله، شايفين يا جماعه؟ اجمل ما فيهم كمان واصغر ما فيهم. خش اللي بقى حاجه حاجه. بالله عليك يا زب عمر، لو قلت لك العجل من دولت ب 37,500 لا ينباع وينشرى. تمام. بس انت هنا بفضل الله، بفضل الله النهارده السعر معايا هديه للمتابعين. طب واللي عايز يحجز فورا؟ واللي عايز يحجز فورا عينيا له، وعشان خاطر الناس اللي ما بتقدرش تيجي في الصيام اقدر احمل له العرض وابعته له لحد باب بيته كمان. يعني عندنا توصيل ان شاء الله يا باشا؟ يوجد عندي توصيل، مش هقول لك ال 27 محافظه، اللي عايز توصيل خارج مصر كمان بفضل الله متعامل. الشريف اللي بعده حق حمام. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اربع ذكوره ام اعمار شهرناط. شايفين يا جماعه معانا طبعا ذكوره جورلاند ده ولا ايه؟ شايفين الجمال؟ الاستاذ عمر دولت سلالات. طيب الاربعه دول كمان اعمارهم قد ايه؟ ده اول عجل فيهم البراون في السمنتال ده. تمام. واحد. تاني عجل فيهم التفاحه الامريكانيه ده. اثنين. رقم واحد ورقم اثنين سلالات نادرة طبعا. طب الأربعة دول أعمارهم قد إيه يا حاج حماد؟ الأعمار بتاعتهم شهرانات يا زب عمر، ثلاثة شهرانات وواحد فيهم ابن ثلاث شهور. تمام، برضو أهم حاجة عندنا المصداقية والأمانة يا جماعة. لازم طبعا نوصل الصورة صح للمتابع عشان طبعا إخواتنا المضطربين. عجول قديم وعجول أكال. طيب الأربعة دول بكام يا معلم حمادة؟ الأربعة دول عامل لك عليهم عرض وخصم هايل لعيون المتابعين، وهقدم لك متوسط سعر البطل بتاعهم، مش هقول لك ب 30 ولا ب 29 عشان عجول سلالات. الأربعة دولت ب 88,000 على 22,000. أنت بتقول إيه؟ 22,000 متوسط سعر البطل بتاعهم. العجل بتقول عامل كام؟ 22,000 يا وزير. 22. السعر ده مخصص النهارده مني للمتابعين. دكورة يا جماعة، دكورة يا جماعة، الناس اللي بتسأل طبعًا دولت دكورة. دكورة ركزوا معانا برضه، عايزين شوية تركيز ب 22 هنا. صلى على سيدنا رسول الله. وطبعًا اللي ناقي منهم معانا عجل بيزيد ومعانا عجل بيقل في الأربعة، دولت أربع دكورة عاملين 88. خليكم فاكرين. الشيخ اللي بعده معايا اربعه تانيين بقى اعمار اكبر. تمام. الاربعه التانيين دولت عامل لك عليهم اوكازيون وخصم هايل اعمار من ثلاث شهور ونص فيهم لاربع شهور، عجول كلها ملفوفه. اللهم مش عجول بكروش. تمام. لا دي عجول كلها ملفوفه. اللهم صل على النبي. الاربعه دولت يا وزير عامل لك عليهم ضربه جويه لعيون المتابعين. ايوه. وهقدم لك متوسط سعر البطل بتاعهم بدلا من 32 هقدمهم لك على 27,500. 27,500. وعشان خاطر الناس اللي بتدعمنا بلايك وشير. أيوة. على 25,500. 25,500. وعشان خاطر الناس اللي بتحبنا في الله، هقدم لك الاربع ابطال دول متوسط سعر البطل بتاعهم 23,500 على الملا العالي كده على البث المباشر. 23,500. العرض ده رجاله مش هتكرر تاني بمرض الله يعني، بمرض الله عشان طبعا ده سعر على ابو قديمه. عشان العمدة طبعا النهارده راجع للمتابعين، مش راجع طبعا بأي عرض، ما كانش عرض طبعا لازم يهز الأرض، مش هيرجع لكم يا جماعة بيه. الأربع دكورة دول متوسط سعر عجلهم 23,500. الأربعة طلب بعضهم، مش اللي بعد. اللي طلب منهم أي عرض أقدر أحمله له حالا وأبعته له لحد باب بيته. تمام. واللي جايين إخواتي اللي جايين المقتربين، إخواتي اللي هم بيجوني من خط الصعيد،
اللي طالب اي عرض من العروض دي اللي ما بيقدرش يجي في الصيام يرن على خوف الله احمل له العرض وابعت له لحد باب بيته كمان. عينيا للساده المتابعين. كفيت ووفيت يا معلم حماده. حبيبي يا وزير. اللي بعده. وثلاث نوتي هم سعرهم 62,000. ثلاثة بكام؟ 62,000 على 20,000 وفكة. قلت له يا معلم حماده. ثلاث نوتي يا وزير ب 62,000. ثلاثة ب 62. على طول كده عبيله قدام. ثلاث ب 62,000 جنيه يا جماعة زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم عجلات قديمة ما شاء الله تبارك الله. حاجة محترمة. الله يبارك لأول متصل. مش هتلاقي أحسن من كده. مش هتلاقي احسن من كده. التلاتة في بعضهم يا جماعه ب 62,000 جنيه. عايزين شويه تركيز. تمام يا رجاله؟ ثلاث نتايات. تعالوا بقى نشوف بقى الايه؟ البيوت. صل على سيدنا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. عايز تفاعلات من الساده المتابعين. عايز كل من كان في قلبه من جوه ذره حب لربنا. لربنا فوق ولسيدنا رسول الله. واحنا في الايام المفترجه الكريمه دي يدعمني التعليق واحد بس في الصلاه على سيدنا رسول الله. واللي ما بيقدرش يعلق يتعلم التعليق ده في قلبه من جوه. تعليق واحد في الصلاه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلايف سؤال كده حلو تفاعلات معايا على اللايف لان نفسه يربط بار استيراد اصلي بيور دم حر. انا جايب لك سلاله نادره. اللي نفسه يربط بقره نظيفه جايب لك سلاله نادره بفضل الله ونعم بالله معلم. وراجع لك بعرض هيهز الارض للساده المتابعين. توكل على الله. معايا 15 تفاحه هنا يا وزير. ثواني بس والناس طبعا عشان نشوف الدكوره البيور اللي معانا لسه طبعا معانا ايه الطلايق اللي نفسه في طلايق اللي نفسه طبعا في عجل يحول تحويل سريع جدا معانا يا جماعه. خليكم معانا بس عشان النهارده عروضنا كلها مفاجات بمرض الله. معايا عرض هنا 15 راس بسعر 15 جد. تمام. يعني ايه بسعر 15 جد؟ يعني معايا عرض رزق المتابعين خمس ذكوره و10 نوتي. خمس ذكوره و10 نوتي و10 نتايات. اللي عايز منهم عجله واحده بس هبيع له ازعمهم. خمس ذكوره و10 نتايات. و10 نتايات 15. 15. اللي عايز ذكر واحد ابيع له، اللي عايز ذكرين ابيع له، اللي عايز نتايه واحده عايز يربط نتايه واحده تطلع سلاله. اخر السنه سلاله الجماس هنا عندنا سلالات. بص يا رجاله دوت 10 نتايات ركزوا معانا برضو 10 نتايات. عامله ازاي؟ 10 نتايات ومعاهم خمس ذكوره. ده الذكر يا جماعه اهو ده الذكوره. وهنا طبعا نتايات. تعالوا بقى نشوف طبعا بقى سعر ال 15 في بعضهم كام؟ ال 15 دولت يا وزير فيهم الشامي. الشامي دي سلاله العجلات الجاموس عندنا اللهم صل على مش اي عجلات جاموس انا بجيبها لك. وهنا عندك العجلات الشامي فيهم ان شاء الله. انا ما بجيبلكش اي عجلات جاموس. تمام. انا بجيب لك سلالات العجول الجاموس بفضل الله. شوفنا يا جماعه الجمال. سلالات مش عجول بلديه دي يا صاحب عمر. ان شاء الله. دي عجلات سلالات الامهات من الممنوعات بفضل الله. شوفنا يا جماعه الجمال. شوفنا يا جماعه. ده عرض 15 راس. اللهم صل على رزق اللي هيدخلهم بيته او مزرعته. 10 نتايات وعليهم خمس ذكوره. خمس ذكوره ابطال ده اتذكر منهم هو سبتين تاني. تمام ماشي. 15 نتي وخمس ذكوره. مش لك السعر بقى يا معلم احنا عشان نطلع سعرهم قنبله النهارده مني للمتابعين. انا عامل لك عرض اقسم بالله اقسم بالله. واحنا في الايام المفترجه العرض اللي انا بقدمه لك ده كله رزق المتابعين. رزق اللي بياخد منهم عجله واحده النهارده. تحيات. دولت سلالات مش اي عجلات جاموس بقدمها لك. السعر بقى 15 دول عامل لك عليهم ضربه عالميه. ايوه. لا دي ضربه جويه جايه من مزرعه الحاج حسن ابو الحاج. بتقول للمتابعين كل سنه وانتم طيبين. اللي ما ربطش هيربط بسعر جدي النهارده. هقدم لك متوسط سعر التفاحه من دول بدلا من 30,000. مش هقول لك سلالات دولت ب 30 دولت عامل لك عليهم اوكازيون عالمي على 25,000. لا ده دولت على 23,500. وعشان خاطر الناس اللي بتدعمني بلايك وبشير وبصلاه النبي محمد مش هقول لك كمان ب 21,500. دولت عامل لك عليهم ضربه جويه على 17,500 جنيه عجلتكم. ذكر فنتايه. 17,500. 7,500. ولو قلت لك ب 21,500 حلوين. تمام. وهينباعوا وينشروا بفضل الله من مصداقيتنا مع الناس. تمام. لكن انت هنا في المصدر الرئيسي للجمله ومش هقول لك ب 17,500. مفيش 17,500. ولا بيب 17. استنى بقى استنى. ولا في ب 16,500. استنى بقى استنى. انا عايز اهتمامك على المتابعين. ما شاء الله تبارك الله. تعليق واحد في الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعرض هيهز الارض. مفيش طبعا مفيش 17,500. مفيش 17.
مفيش 16500 في العجلات القديمة دي، في كام يا وزير؟ كام؟ في صلاة النبي محمد الأول صلى الله عليه وسلم والدعاء بالرحمة والمغفرة للحاج حسن أبو الحاج ولجميع أموات المسلمين. هقدم لك ال 15 هدية دولت مني لعيون المتابعين، متوسط سعر التفاحة بتاعتهم 16250. 16250؟ لا ده أنا هطير لك ال 250 كمان على 16000 بس. السعر ده هدية النهارده من الدكتور أو 10 متيات. طب عذرك بالتليفون فورا كده يا معلم محمد أهو. اللي عايز منهم عجلة واحدة، اللي عايز عجلة هبيع له، اللي عايز اتنين هبيع له، اللي عايز تلاتة هبيع له، اللي طلب العرض ده اقدر احمله له وابعته له لحد باب بيته، خاصة اخواتي المقتربين الناس اللي بترن عليا رقم تليفوني واتساب 010 980 4998. واللي نقي منهم يا حاج حمادة، اللي جاي ينقي على عيني يوم عجلة كبيرة يا وزير بتزيد شوية، عجلة صغيرة بتقل شوية، واللي يجي هنا جزمته اللي هو لابسها هتخرج مرضية بفضل الله. تسلم يا معلم، فما تسلم حبيبي يا وزير. تشيل من بعده، توكل على الله. توكل على الله. عشان حاجة شوانا الناس، سمعونا وصلى على سيدنا النبي. عرض لك ايه؟ الدكتور ولا عرض لك النتايج؟ خش يا باشا في اللي توكل على الله انا معاه، أي حاجة. عرض لك ايه؟ أنا عايز المتابعين عندك تنطق، أعرض لهم ايه؟ الناس سرحانة في البث المباشر، والناس طبعًا مبسوطة بيك. أنا عايز كل سرحان. عايزين طبعًا متابعينا تسرح معانا، عايزين متابعينا تركز كده معانا. دي عجلات طيور دولت عشان دولت ده الدم الحر بتاعنا، ده انا هقدمه لك في نهايتك بس. توكل على الله. صل على محمد. صلى الله عليه وسلم. معايا عجلات طبعا الفلاح في مخلق عجلات سلالات من اعلى السلالات. اللي عايز ده السمنتال البيور ديت. هات السمنتال دي. انا هقدم لك تفاحتين. تمام. السمنتال بيور واحده براون سويسري دم حر. تمام. واحدة سمنتال بنت استراد وبراون سويسري بنت استراد. الاعمار نقدمها على الحماد. الاعمار بتاعتهم يا وزير من 105 يوم بفضل الله. يعني كام يوم؟ يعني 3 شهور ونص. الاحجام دي كلها 3 شهور ونص. الاحجام دي كلها طبعا 3 شهور ونص. طيب التفاحات دي هتديهم بكام كده؟ سمنتال بيور، سمنتال اصلي يا جماعه. دي النهارده يا وزير بتنباع بنت يوم ب 30000. تمام. عجلتنا يا استاذ عمر، عجلتنا استنى عجلتنا بفضل الله بتعدي الحديد، بتعدي كل حاجه، بس ما بتعديش الاصول بفضل الله. الله يبارك فيك. العجلات بتاعتنا. طيب. التفاحتين دول عامل لك عليهم اوكازيون عالمي وهقدمهم لك. مش هقول لك العجله ب 30000 من دي بنت يوم واحسب لك بعد كده باليوم يا وزير. العجله من دي مش هقول لك بنت يوم ب 30 وبعد كده احسب لك اليوم ب 100. لا مفيش الكلام ده. التفاحتين دول عامل لك عليهم طرفه جويه. تعال تعال تعال. تعال عشان تنعرف. تعال تعال. هاتوه. العجل حباك وحب المزرعه طبعا، مش عايز تتعطى من عندنا. وهقدم لك التفاحتين دولت السويسري مع السمنتال البيور، هقدم لك الاثنين دولت ب 68500 جنيه. السمنتال البيور والسويسري؟ والسويسري الاثنين ب 68500. ب 68000؟ ب 68500 و500 هات البيور اللي عندك دي. تمام. اللي عايزهم اقدر احملهم له وابعتهم له لحد باب بيته. بصوا يا جماعه، العجله السمنتال البيور ديت سمنتال اصلي. تمام؟ لعمرنا حوالي 105 يوم. تمام يا معلم حماده؟ والعجله البراون البيور ديت ب 68500. وعشان خاطر بقى متابعينك والناس الحلوه اللي معاك على البث المباشر، الناس كلها والله بتحبك في الله. بجد الله. ده ابو عمر معاك عجله سمنتال. انت قلت لي النهارده مش عايز ايه؟ بتنباع ب 45. انت قلت لي العرض من المتابعين بقى النهارده. والله هو من النهارده معاك عجله براون بيور سويسري بتنباع يا باشا. بتنباع ب 45 والسمنتال دي والله ب 45 68 ونص. عشان خاطر كلمتك دي يا استاذ عمر مش هزعلك لا انت ولا المتابعين. الناس عملت تفاعل معاك كلها ولايكات واعجابات وصلاه النبي. هسيب لك 1000 هيبقوا ب 67500. ده سعر مني للمتابعين. 67000 ونص. معاك عجله لوحدها سمنتال دي ب 45 67500 الاثنين. ده عشان خاطر الكلمه اللي انت قلتها. واللي عايزهم بقى تقدر تحملهم تبعتهم لاي مكان. ابعتهم له حالا. عنايه للمتابعين. بص دي عجلات بيور. احنا طبعا عرضنا الخلايط بره ب 20 و 22 دلوقتي. ده عجلات بيور يعني مالهاش دعوه بالخليط خالص. تمام رجاله. ومعاك عجلتين تانيين يا وزير سويسري واحده سويسري دم حر. ايوه. ومعاك عجله براون بنت الصراط. العجله السويسري اللي عمرها قد ايه يا معلم حماده؟ العجله دي كلها عمرها 6 شهور. شوفنا يا جماعه يعني دي لو عجله خليطه تخش لها في 10. لا العجله دي عمرها 6 شهور بس. تمام. ودي عجله طبعا ميكس. ايه دي؟ عجله ميكس يا رجاله. ميكس يعني ايه يا ابو عمر؟ يعني براون فولشتاين.
الدبابتين دولت يا وزير عامل لك عليهم اوكازيون عالمي، ومش هقول لك العجله من دي ب 55 ولا ب 52، دولت عامل لك عليهم ضربه جويه هقدمهم لك لعيون المتابعين ب 85,000. الاثنين ب 85. وعشان خاطر الناس اللي بتدعمنا بلايك وبشير. ايوه. ب 72,500. بكام؟ 72,500. واللي عايزهم برضه؟ يا باشا اللي عايز عينيا بعد. بص يا رجال، العجلات طبعا اعمار كبيره. شاسيهات، فتحات، حلبات. مال طيب. الاثنين دولت ب 72,500. متوسط سعر عجلتهم 36 250. 250. وش اللي بعده؟ اللي بعده بقى معايا ثلاثة هنا بيور ضم خالص. خليها في الدكورة بقى. خش في الدكورة يا وزير. توكل على الله. معايا خمس أبطال. اللي عايز منهم بطل واحد هبيعله. اللي عايز بطلين هبيعله. اللي عايز عجل طلوقة يحسن مزرعة كاملة هبيعله. بيور يا جماعة، دوت بيور، ركزوا معانا برضه. بيور معروف والبلدي معروف والخليط معروف الزبعوم. عرضنا لهم برضه بره خليط. وادي لك المسترات. توكل على الله، دوت خمس بكرة. الموازين كام يا معلم حماده؟ دوت بكرة يا باشا. بص العجل عامل ازاي الزبعوم؟ عجل. الموازين قد ايه؟ عجل الميزان ما يقرب ال 250 كيلو يا وزير كده. تمام. عجل بمعنى كلمة عجل. تمام. عجل بيضرب نار. اللهم صل على النبي. عجل بمعاني كلمة عجل. اللهم صل على النبي. عجل امبراطور يا وزير. اللهم صل على، شايفين يا جماعة؟ الخمسة دولت هقدمهم لك بكام؟ خمس بكرة بكام بقى؟ دولت يا باشا مالهمش دعوة بالميزان ولا بحاجة، دولت بيور، دم حر. يعني تصفي عالي يا جماعة، تحويل عالي جدا، أسرع تحويل. يا باشا فوق من ده كله أنت بتاخد عجل سلالة المزرعة بتحسن بيه مزرعة كاملة يا زبعومة. تمام. مالوش دعوة بالموازين وبالكلام ده كله. تمام. السادة المتابعين معلمين وفاهمين الكلام اللي أنا بقوله. تمام. ماشي. هقدم لك متوسط سعر وتأخر من زمان. ثواني، وبرضه وفي التحويل يا معلم في الرباط. أعلى نسبة تحويل يا باشا بفضل الله. ميزانه بيوصل فوق الطن ونص بفضل الله. اللي عايز طبعا عجل يعدي الطن معاه على مدار برضه. يعني ان شاء الله اقل من سنة. عجل زي ده تحويل عالي، تحويل سريع جدا يا جماعة. من 2 لـ 2.5 في اليوم. مش هقول لك العجل ده البيور الدم الحر، مش كل واحد يروح يجيب لك عجل خليط بلدي جايبه لك من السوق في بقشتين ابيض اسمر يقول لك ده البيور، لا. اللي عايز بيور قول له تعالى عند معلمين العجول البيور. تعالى اتفرج هنا على البيور شكله ايه. كام بقى الخمسه دول عارف بعضهم؟ الخمسه دول هقدم لك متوسط سعر البطل بتاعهم. مش هقول لك النطفه من دي النهارده ب 75,000. النطفه ب 75,000 لا، انا لو عايز اشتري عجل نطفه لنفسي انا لمزرعتي والله هدفع في ده 75 وادفع فيه 70 عشان ده مش موجود. العجل الدكتور ده عشان عمرها قد ايه؟ الاعمار بتاعتكم يا راجل يعني اشتغلوا طلع ان شاء الله بعد قد ايه؟ بعد بفضل الله من 7 شهور ل 8. يعني الاعمار قد ايه؟ دولت اعمارهم بفضل الله من 10 شهور ل 11 شهر. من 10 يعني تحت السنه يا جماعه، الابطال دي كلها تحت السنه، ركزوا معانا. تحت السنه. بقى اقسمهم لك بكام؟ بكام؟ مش هقول لك العجل الطلوع من ده ب 75. واللي عايز منه للعيد؟ لا عايز منه العيد ياخد، واللي عايز يذبح من النهارده هيذبح، بفضل الله دول لك لحمه من النهارده يا باشا. تمام. ماشي، دولت مش هقول لك العجل من ده ب 75,000. تمام. ولا حتى ب 70، دولت عامل لك عليهم ضربه جويه، هقدم لك متوسط سعر البطل بتاعهم 46,000. كم؟ 46,000. 6 6 46,000. الدكتور الابطال دي؟ الابطال دي على 46,000. ثواني اللي طالب منهم عجل واحد ابيعه. استاذ عمر بقول عامله ازاي؟ رقم التليفون فورا عشان عايز اللي عايز عجلين هبيع له، اللي عايز ثلاثه هبيع له، اللي طالب العرض ده اقدر احمله له وابعته له اي مكان. يعني اللي عايز طبعا برضه يذبح منهم شغال ولا يوجد كميات منهم. رقم تليفونك فورا بقى عشان عايز يحجز. لا يوجد كميات منهم. رقم التليفون عشان عايز يحجز دلوقتي اهو. رقم تليفوني يا وزير 010. بص يا جماعه، خمس بكره، خمس بكره واحد ب10. واللي عايز طبعا يحجز اوعى تفوتك العرض. العرض مش هتكرر تاني يا جماعه عشان بعد كده يبقى في الخليط. ورقم تليفون الحاج حماده 010 980 4 9 9 8 ذكوره. والذكر ده لو نتايه على الحجم ده كله كده، لو نتايه الماني او امريكي بفضل الله باشا. عندي منهم النتايات الالماني والامريكي. النتايه بتزيد على الذكر قد ايه يا معلم حماده زي كده؟ بتزيد لها فوق ال 10,000 الظبط. خش لي بقى اللي عايز بقى نتايات. دي النتايات يا جماعه. دول هتعينه من العينات اللي عندي. اللي عايز منهم تحت اللقاح اعمار كبيره متعالى. اللي عايز منهم مفطرات نفس الدم ده عشر اعمار كبيره عندي وعشر انتظارات ولاده عندي. يعني بفضل الله انت هنا في عالم السلالات. يعني اللي عايز العجلات دي رجاله طبعا تحت عشر متلقح عشار عشر خفيف عشر تقيل انتظار ولاده متاح. متاح في مزرعه الحلويات مزرعه الحاج حسن ابو طيب. الثلاثه دول اعمارهم قد ايه؟ الثلاثه دولت اعمار شغاله من 9 شهور ل 10. تمام.
كل هذه الايام. شايفين حلبات طبعا ما فيش حسنه زي ده. بيعك لك الماني. الماني يا وزير. تمام. بيعك لك الماني يا زاب عمر. مش عجلات جايه من سوق. ثواني يا عم حماده. ركز. العجلات ده طب تذكير الامات ان شاء الله معانا من كام لكام؟ بفضل الله الامات مبكره فيهم من 35 ل 37 في اللبن. بكام؟ موسم من فوق ل 40 ل 45 بفضل الله. تمام. دولت ديور دم حر. وشد 7000 خط تحت كلمة دم حر. شوف العجلة مش شاشة. أنا بشوف اليومين دولت يا صاب عمر ناس بتعرض العجلات الخليط العالي وبقولوا عليهم بيور وبينباعوا وينشروا، لكن أنت هنا بفضل لما أقول لك دي دم حر يعني دي دم حر، ده الدم الحر بتاعنا بفضل. عجلات ثابتة يا جماعة يعني عجلات ألماني، ركزوا معانا. مش عجلات جاية من سوق وحاطين لها دبل والأفلام دي والحوارات دي. بص يا باشا دي دبل الاستيراد فوق دمر. تمام. دي دبل الاستيراد فوق دمر. بصوا يا جماعة دي عجلات طبعا بيور دم يعني ان شاء الله 200%. وفي حاجه طبعا في دبل هنا اتحاد اوروبي، الاتحاد الاوروبي ده اللي هي الاوكراني. لا دولت عجلات المانيا يا باشا ولاد بقر المان استيراد اللي عايز منهم اعمار اكبر فيه عجلات عشر فيه تحت العشر فيه عجلات متلقحه يوجد عندي جميع الكميات بس انا بعرض عينه خفيفه. دي عجله طبعا هولشتاين امريكا يا جماعه. دي طبعا عجله مونبوليار في هولشتاين. تمام. طيب الكلام ما قل ودل. اتكلم على الحاجه الثلاثه. ثلاثه دولت يا انت قلت لي عمرنا قد ايه؟ العمار هنا يا صاحب عمر من 9 شهور ل10. من 9 ل 10، العجله الالمانيه دي بتنباع بنت يوم ب 30,000 وبعد كده اليوم ب 100 جنيه، انا مش هحسبها لك بالرقم ده. لا خليك زي ما انت يا ابني. ماشي. انا مش هقول لك بالكلام ده، دولت عامل لك عليهم ضربه جويه، اقدم لك متوسط سعر الهديه بتاعتهم 53,000. كم؟ 53,000. 53 سعر عجلتهم. 53,000 ورزق اللي هيدخلهم بيت عمر. العجلات الرجاله طبعا في بعضها على بيور متوسط حر سعر عجلتهم 53. خليكم بقى فاكرين، تعالوا بقى نشوف بقى ليه العجلات المجنسه. العجلات البيور تمام الدم الحر اللي هي تحت اللقاح، الناس اللي بتعرض عجلات زي دي يقول لك عليها بيور. تمام. يقول لك عليها دم حر. لا 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 لا، دولت عجلات يا وزير تلقيحات صناعيه، عجلات محلي مجنسه. عجلات خليط عالي وبرضه تفكير اللبن هيبقى معانا من 15 ل 20. الله يبارك لك، احنا اللي نرضي لنا ولا دي عجله هولشتاين بنت استيراد بنت بقره مستورده؟ لا دي عجله خليط من العالي قوي بما يرضي الله. اللهم صل على يعني دي عجله خليط من العالي قوي. عجله طبعا من خليط من العالي. العمر ده يا معلم حماده دولت تحت اللقاح مباشر يا ولد. العجلات دي جاهزه للعشره رجاله. اه وفيهم طبعا المونبليار عجله برضه ايه؟ براون سويسري. دي في عجلة زي السمنتال دي نقول لك عليها دي سمنتال بيور دم حر. تمام. يا وزير دولت كلهم خلايط من العالي. يعني الفتحة العرضة ديت لا العجلة دي يا جماعة خليط سمنتال. والله ما هبيع ضمير ولا هغش حد. طيب. اللي يرضي الله والأولى. كم بقى العجلات دي في بعضها؟ الكبار دولت عامل لك عليهم ضربة جوية مش هقول لك ب 65 وبيور. لا تمام. ما فيش الكلام ده. دولت يا جماعة خليط من العالي دولت متوسط سعر الدبابة بتاعتهم 48,500 جنيه. عجلات طبعا جاهزه للعشر مباشر مجنسه متوسط سعر عجلتهم اربعه في بعضهم يا رجاله ركزوا معانا على 48,500 ونص. لا منهم يا حاج حماده في عجله كبيره بتزيد في عجله صغيره بتقل بقى فيهم طبعا حاجه بتزيد وحاجه بتقل. بص يا جماعه لا منهم حاجه طبعا هيقول لك دي بكذا ودي بكذا ودي بكذا. لا منهم اللي عايز طبعا اربعه في بعضهم على 48,500. صلى على سيدنا رسول الله. انا بشكر كل المتابعين اللي حضرت معايا اللايف من اوله لاخره. الناس دي لها مني كامل الاحترام والتقدير. اللي طلب مني اي حاجه عينيا الاثنين لقط. تسلم عينك يا معلم. رقم تليفون 010 طبعا. احنا النهارده طبعا العمده بيعود طبعا لمتابعينه وبيعلن اعلان عالمي بفضل الله من البيور بفضل الله معانا امبراطور الثروه الحيوانيه وقناه مازال الحاج حسن ابو الحاج ما بتعرضش لاي حد. قناه مازال الحاج حسن ابو الحاج ما بتعرضش الا لاولاد ابو الحاج بس اللي اكبر تجار معلمين مصر بفضل الله. عمر انا اقل الناس الحمد لله. تحياتي ليك يا معلم حماده. انا واعوذ بالله من كلمه انا اقل الناس اللي طالب اي حاجه في مجال الثروه الحيوانيه بفضل ربنا فوق متاحه داخل مزرعه الحاج حسن ابو الحاج. رقم تليفونك بقى؟ رقم تليفوني يا باشا 010 980 4998. اللي يجي يشرفنا ونورنا على دماغه من فوق عنواننا يا صاحبي. واللي عايز اي عرض من دول اللي طلب عندنا توصيل. من العروض اللي انا بقدمها دي يا صاحبي عمر اقدر اعمله له وابعته له لحد ما ابتدي. عناية للمتابعين. تسلم عيونك. والسلام عليكم.